نحن نستمتع بالفوائد الناتجة عن رؤية المملكة 2030 والزخم الكبير اللي قاعد يصير في المملكة نتيجة المشاريع الضخمة اللي قاعدة تتم. ما في شك أنه التوقعات على الطلب للإقراض حتكون بشكل عالي جدا في السنوات القادمة. نعرف أنه السعودية ما شاء الله فازت بتنظيم كأس العالم 2034، تنظيم إكسبو 2030، أيضا كأس آسيا مقبل في 2027، وعندنا إن شاء الله الوينتر أولمبيكس أيضا قريبا. فزخم كبير، بالإضافة للمشاريع اللي أعلن عنها سواء في نيوم، في القدية، الدرعية، روشن، البحر الأحمر، مشاريع كلها ماشية ما شاء الله بشكل جميل ومتسارع. زخم كبير في الإقراض. لما ننظر لقطاع الأفراد، أيضا قطاع التمويل العقاري شهد طفرات كبيرة من عام 2018. قد يكون شوية القطاع تأثر الآخر سنتين أو تقريبا 18 شهر بحكم ارتفاع أسعار الفائدة، لكن ما في شك أنه مع الانخفاضات اللي حتصير إن شاء الله في أسعار الفائدة، نتوقع أنه الطلب والزخم على التمويل العقاري، خصوصا أنه أسعار العقار اليوم مع وفرة المعروض من الوحدات الجاهزة حيسوي ستابيلايزيشن لأسعار العقار. انخفاض الفائدة حيدعم برضو الطلب على التمويل العقاري، فمنافسة حتكون بين القطاعات بشكل كبير على التمويل إن شاء الله. فطبيعي نحن نشوف نمو الإقراض يفوق النمو في الودائع.